تابع رئيس مجلس الوزراء الأعمال الجارية بالمناطق المحيطة بالمتحف والطرق المؤدية إليه، والتي تضمنت طريق الفيوم ومنطقة الرماية ومدخل شارع الجيش. كما شهد رئيس الوزراء أعمال زراعة النخيل والأشجار والمسطحات الخضراء وأعمال تنسيق الموقع التي يجرى تنفيذها لإضافة والإضفاء المظهر الجمالي على تلك المناطق. هذا وأكدت الحكومة أن الطريق الدائري يعد أحد المحاور الرئيسية المؤدية للمتحف المصري الكبير، ويجرى العمل بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية لرفع كفاءات شاملة للعقارات المطلة عليه والطرق الواقعة أسفله.